وصل إلى البلاد فخامة الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الصديقة والوفد المرافق هذا اليوم في زيارة يلتقي خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكان في استقبال فخامه الرئيس القبرصي لدى وصوله مطار البحرين الدولي سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه وسعاده السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضه رئيس بعثه الشرف وسعاده السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظه المحرق وعدد من المستقبلين. لطالما شهدت العلاقات بين البحرين وقبرص حرصا من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وهو الأمر الذي قبله الرئيس القبرصي بالترحيب والتأييد والتأكيد علاقة مملكة البحرين مع جمهورية قبرص الصديقة مرت بالعديد من المراحل واتسمت بتعدد اللقاءات على مختلف المستويات بالاضافة الى تعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين تحقيقا لرؤية القائدين في التقارب فالقائدان استعرضا مسبقا لدى لقائهما في البحرين في عام 2015 علاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وسبل توسيع افاق التعاون المشترك على الاصعده السياسيه والاقتصاديه اضافه الى بحث عدد من القضايا والتطورات الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك فلطالما اكد جلاله الملك المفدى ايده الله على ان مملكه البحرين تسعى لتعزيز علاقاتها الثنائيه مع قبرص في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركه للشعبين الصديقين حيث ان مملكه البحرين وجمهوريه قبرص بلدان متحضران ولهما تاريخ عريق ويحرصان دائما على استمرار التقدم والتطور في مختلف المجالات. جسور الصداقه الممتده بين المنامه ونيقوسيا هي نتاج فكر قيادتي البلدين. فمثل هذه الزيارات تسهم في ايجاد افاق جديده للتعاون وبناء جسور للتواصل الثقافي والسياحي الى جانب تطوير وسائل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وفق رؤى جلاله الملك المفدى وفخامه الرئيس القبرصي وخلال زيارته للمملكه عام 2015 قلد جلالة الملك المفدى فخامة رئيس جمهورية قبرص وسام القلادة الخليفية تقديرا لحرصه على تعزيز علاقات البلدين الصديقين، بينما قلد فخامته جلالة الملك المفدى القلادة العظمى لوسام مكاريوس الثالث تقديرا لجهود جلالته في دعم وتطوير علاقات التعاون مع جمهورية قبرص.